المنتخب الوطني. المنتخب الوطني وتغييراته. كيروش احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت، كيروش مره ساب قفشه وشريف، ومره الثانيه ساب لعيبه مهمه جدا طارق حامد وزيزو ورمضان. بص اولا عايز بس اقول كلمه، كارلوس كيروش مدير فني كبير قوي. صح. مش احنا اللي هنقيمه. صح. كمدير فني يعني مش احنا بنقول ارائنا. ارائنا دي جنب مستر كارلوس كيروش ما تجيش مثلا 5% من خبراته، من تدريبه، من سنوات تدريبه للانديه للمنتخبات اللي درب في كاس العالم اكتر من مره. صح. يعني فده قيمه كبيره جدا، لكن ممكن نختلف في شويه حاجات. اولا طارق وزيزو وقفشه والشريف ورمضان لعيبه مش اساسيين خالص مع مستر كارلوس كيروش. لعيبه مش اساسيين. تمام؟ يعني هما الخمسه مش في ال 11 بالنسبه له. تمام؟ نمره اتنين، الاختلاف بس عندي على نقطه، ان هو بقاله ايام قليله على فكره كارلوس كيروش القصه يقول لك وناس تقعد تقطع فيه وما غيرش وما عملش ونفس المستوى وبتاع. اولا كارلوس كيروش مسك المنتخب 8 ايام ومسك المنتخب بقاله 3 ايام او 3 4 ايام بس. يعني كارلوس كيروش كل معسكراته مع منتخب مصر 8 ايام و3 ايام ولسه مكمل ماتش الجابون. تمام؟ وصل للي احنا عايزينه اللي هو ايه؟ اللي يوصل للمرحله النهائيه. خد بالك تطلع تتغلب كل الماتشات زي ما تتغلب اخر ماتش، الوصول كاس العالم الهدف هو الوصول كاس العالم. يعني ان انت توصل للمرحله النهائيه ده مش انجاز. يعني ده مش انجاز، ده الانجاز هو الوصول لكاس العالم. النقطه الغريبه انا شخصيا انا بقالي دلوقتي محمد شريف بقاله لا يقل عن 3 سنين ونص بيلعب راس حربه من ساعه ما انتقل لام بي وكان هداف ثم رجع للنادي الاهلي ابتدى يلعب في مركز راس حرب. تمام؟ وما جه لعبه في ماتش ليبيريا لعبه راس حرب. تمام؟ وما جه اتفرج عليه في ماتش الزمالك اللي تألق وجاب جونين كان بيلعب راس حرب. فجه استبعد عمر مرموش عشان مصاب. علامات استفهام برضو على استبعاد رمضان صبحي. رمضان صبحي الراجل اما كان معايا في المعسكر اما انا اخترته بناء على رغبتي انا ككارلوس كيروش نزلته اخر 10 دقايق في ماتش ليبيا جاب لي الجون الثالث. تمام؟ رجع تألق مع بيراميدز وفرقته كسبانه 3 ماتشات. فهو استبعاد رمضان على اي اساس؟ انا مش فاهم برضو ليه اساس. طب ده عمر مرموش كمان مش موجود، يعني انت ممكن كمان لو في اعجبت بواحد عايز تلعبه فكده كده رمضان موجود، لا انت استبعدت رمضان معرفش ليه. جيت لعبت محمد شريف ناحيه رمضان. وهو راجل بقاله 3 سنين ونص ما بيلعبش في الحته دي. غريبه جدا. فما جيت خرجته ما نزلتش طرف، ما نزلتش مصطفى فتحي مثلا، ما نزلتش يعني، لا رحت منزل احمد ياسر ريان مكانه. ايه يعني ايه يعني ليه احمد ياسر ريان؟ احمد ياسر راس حربه عمره ما لعب في حياته هاف ليفت. فاشمعنى ما جيت نزلت مروان حمدي وطلعت مصطفى محمد؟ تمام؟ برضو يعني التغييرات كانت غير منطقيه واماكن اللعيبه غير منطقيه. بجانب ايضا كان مشكلتنا في الشوط الاولاني ان احنا ما عندناش قاطع الكرات اللي هو رقم 6 السليه والنني مش من اللعيبه. لا طارق انت يعني. انا بين، لا انا بين الشوطين، لا ما انا طارق مش موجود خلاص. انا بين الشوطين بتتكلم على يعني ان المنتخب افتقد طارق قصدك؟ انا 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 طارق طبعا طارق المنتخب يفتقده لان هو من 2016 لم يتم استبعاده، ولكن انا بتكلم على حمدي فتحي. حمدي فتحي هي النوعيه اللي قاطع الكرات، فانت ما ينفعش تلعب النني والسليه، ممكن تلعب السليه وحمدي او حمدي والنني. بدليل هو راح اما جه غير راح منزل حمدي وراح مطلع تقريبا النني كانه هو الفري في نص الملعب او صانع الالعاب اكتر. فبرضه دي علامات الاستفهام على التغييرات على الاماكن على الاستبعاد. برضه كلام يعني لا منطقي في الاماكن اللي اختارها مستر كارلوس كيروش لبعض اللعيبه ومنهم محمد شريف واحمد ياسر ريان اللي كان التغييره بتاعته. هشام عندك رد؟ بص يا كابتن، هو الراجل بطبعه زي ما قلت لك قبل كده ان البرتغاليين لهم مدرسه خاصه، خلاص اتفقنا على كده. رقم اتنين هو بيلعب 4-3-3. طيب هو النهارده عنده غياب لعمر مرموش، طب مين النهارده اللي هيبقى مكانه؟ هو شاف ان خروج قفشه وشريف
من المعسكر اللي فات ده كان يعني اكيد راجع حساباته. لقى النادي الاهلي ولاعيبه كويسه فعلا بجد ولاعيبه كبيره، فما كانش ينفع يخرجوا، لان هو جه على ماتشات وديه كان شايفهم وكانوا هم اساسيين في المنتخب، فعارف ممكن تراجع حساباتك للحظه، فهو راجع حساباته فخلاص. جهاز المعاون ناس محترمه جدا، ناس قديره جدا، اكيد اتكلمت ان الشريف ممكن يلعب طرف عادي، ما عندناش مشكله، يبقى انت تلعب مصطفى محمد، وهنجيب المره دي احمد ياسر ريان ان هو سبعه كوكا، وهيبقى محمد صلاح موجود، وعلى الطرف اللي هنا عندك محمد شريف. انا كان عندي بس ملحوظه ان انت النهارده طالما عمر مرموش مش موجود يبقى لازم يبقى في اختيارات. حتى افرض شريف كان وحش، افرض كان عيان، افرض حصل اي حاجه، مين اللي هيلعب في الحته ديت؟ فده رقم واحد. رقم اتنين، انا اعتقد ان المكان ده بتاع تريزيجيه. يعني المكان ده تريزيجيه ان شاء الله لما يرجع بالسلامه ويبقى بيقف على رجله هو رقم واحد في الحته دي، لان احسن واحد في الطرف محمد صلاح هنا وتريزيجيه هنا، وهيلعب براس حربه صريح. طب هل ممكن شريف هو المنافس بتاع رمضان في الحته دي؟ لا، رمضان هيبقى بعيد. هيبقى بعيد. هل هو رمضان هينافس ممكن قفشه لو رجع لمستوى، او يعني لو حطه في حساباته؟ هل هو طارق حامد على رادار الراجل اصلا؟ هيبقى موجود. لكن هو ممكن يعني هو شايف ان، بص يا كابتن، احسن واحد في مصر دلوقتي بيقلب الطريقه سواء للنادي الاهلي او منتخب مصر هو حمدي فتحي. خلاص، انت النهارده عايز تلعب ب 3 4 3، حمدي فتحي بقى هو الحل في مصر كلها. وما شاء الله ربنا يحميه، لان فعلا الوحيد اللي بيعملها 10 على 10، بيعملها نموذج ازاي بيسقط ورا، ازاي بيدافع، ازاي هو اصلا قصير وبيطلع يعمل تيك اوف بياخد كل الكرات، ازاي بيبدا هجمه، ازاي بيكمل في وسط الملعب وبيطلع النني او السوليه اللي قدام، وهو اللي بيبقى محور ارتكاز رقم 6، بيعرف يقطع الكره كويس قوي. فهو حمدي فتحي اللي منجح له الطريقه دي كلها، وهو اللي مخليه خلاص ان ممكن زي ما خالد كده بيقول ايه، ان طارق حامد ممكن يبقى بعيد شويه الفتره ديت.